الفيلم ده بتبدأ أحداثه في مدينة موجودة في الفضاء اسمها مدينة الخالدين، والمدينة دي مش أي حد بيعرف يدخلها، لازم اللي يقرب منها يكون شخص صالح وبيحب الخير للناس وبيعرف يساعدهم. أما دي بقى ملكة المدينة، في اليوم العالمي للمدينة بتجمع كل الناس اللي موجودين فيها وبتعمل لهم حفلة بيكون فيها جايزة هيفوز بيها شخص واحد بس. أثناء ما الحفلة شغالة فجأة بيظهر طائر كبير وشكله وحش جدا. الطائر ده بيدخل في شباك مع كل الناس اللي موجودين في المدينة لأنه بيبقى عايز يدمرها. وعلشان كل اللي بيبقوا موجودين في المدينة دي بيبقى عندهم قوات خارقة، فكلهم طبعا بيقفوا له، كلهم بيبقوا مناويين ان هم يضحوا بحياتهم علشان خاطر ينقذوا المدينة بتاعتهم، المدينة الخالدة. لكن للأسف ولا واحد فيهم بيقدر يهزم الطائر الأزرق. بس وهم واقفين بيظهر ولد من اللي موجودين في المدينة، الولد ده هم أصلا بيستهتروا بيه لأنه بيلبس لبس مبهدل ومش شبههم كده في المدينة دي. لكن الولد ده بيقدر يعمل اللي هم ما عرفوش يعملوه، وفعلا بيقدر يهزم الطائر الأزرق. لكن أول ما بيجي يقتله بترفع الملكة إيديها وبتقول لهم شكرا خلصنا، ده كان مقلب معمول فيكم. وبيرجع الطائر الأزرق لحقيقته وشكله البشري، وطبعا كلهم بيستغربوا، لكن الملكة بتقول لهم إن ده كان مقلب معمول فيهم علشان تعرف مين صاحب الخير الأكتر اللي هيقدر ينهي على الشر، وبكده يكون هو اللي كسب الجايزة. الولد ده اسمه الخالد الأقدم. لكن طبعا أهل المدينة ما عجبهمش الكلام ده وقرروا يتصرفوا هما. ولما الحفلة خلصت راح الخالد يعمل بيبي في الفضاء عادي يعني كعادته، فجأة لما حاجة سودة معدية طبعا اتخض، لكنه رمى عليها العصاية بتاعته السحرية اللي كانت سبب انه هو يفوز في الخناقة من شوية. وفي الوقت ده اكتشف انه هو لازم ينزل الارض عشان يلاقي العصاية بتاعته السحرية، وطلع ده مخطط من اهل المدينة اللي فرحوا جدا وضربوه. وخلاص نط الخالد في الفضاء وقرر انه هو ينزل لكوكب الارض. اما دي بقى اسمها بيان 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 بيان، وهي بتقطف التفاح من على الشجرة، رجليها اتزحلقت فوقعت وفضلت متعلقة على الشجرة، لكن كان عندها يقين ان ربنا هيبعت لها الخالد الأقدم انه ينقذها. وفجأة لقيته فعلا واقع قدامها، طبعا طلبت منه المساعدة وبعت لها سحابة علشان تنزلها من على الشجرة، فرحت له تشكره. لكن هو كان نازل يدور على العصاية بتاعته، ما كانش مهتم لأي كلام تاني، فسألها عليها وقالت له ان هي ما تعرفش حاجة عنها، لكن ممكن تاخده للقرية بتاعتها يسأل حاكم القرية. لكن اول ما وصلوا القرية لقوا تجمعات كبيرة وعرفوا ان فيها عصابة من الشياطين جايين يسرقوا الكنز اللي في القرية. اول ما راحوا لقوا فعلا العصابة دي خاتفين مرات الحاكم وبيهددوه لو ما ادلهمش الكنز اللي موجود على الجبل هيقتلوا مراته. وطبعا اهل القرية بيقرروا ينقذوا مرات الحاكم وبينزلوا ضرب في العصابة هم كمان، لكن العصابة دي بتكون قوتهم أقوى بكتير، فبيظهر الخالد الأقدم وبيضرب العصابة دي كلهم واحد ورا التاني لحد ما بيقدر ينتصر عليهم وبيهزمهم. وطبعا أهل القرية بيفرحوا جدا بالكلام ده وبيتلموا حواليه، وساعتها بيقولوا له انت فعلا خالد. وطبعا بيجي حاكم القرية يعزمه على العشاء بالليل. لكن في الوقت ده رئيس العصابة بيكون خلاص عارف ان الخالد الأقدم وصل، وعصابته بيقولوا له ده شكله خالد بجد ولا ايه، فبيقول هنخطفه ونعرف. لكن الخالد الاقدم بقى وهو قاعد معاهم على العشاء بيقول لهم بصراحه كده يا جماعه، انا الكنز اللي على الجبل ده يخصني، وبيحاول يفهمهم ان الكنز ده عباره عن العصايه السحريه بتاعته اللي وقعت منه وهو في الفضاء. كان رئيس القريه بيحط له منوم في الاكل، وتاني يوم بيصحى يلاقي نفسه مربوط والقريه كلها بتتفرج عليه. ومش كده وبس، دول كمان بيقدروا يسيطروا على القوه بتاعته السحريه. لكن فجاه وهم رايحين يقتلوه ظهر حد بيقول للحاكم ان في بيتك حريق، فطبعا اهل القريه كلهم راحوا علشان خاطر يطفوا الحريق. وقت ده ظهرت بيان بيان، وهي اللي طلعت عملت كده علشان خاطر هي مقتنعه ان ده الخالد الاقدم بجد، وقررت ان هي تهربه وتوديه لغايه الجبل عشان يلاقي العصايه بتاعته السحريه. وطبعا وهم في الطريق اهل القريه بيلمحوهم وبيفضلوا يجري وراهم ويضربوا عليهم حاجات علشان خاطر يعطلوهم، لكن للاسف ما بيقدروش يوقفوهم. وحاكم القريه بيقول مش مشكله، كده كده ما حدش هيعرف يدخل الجبل لانه عامل فيه الغاز كتير. واول لغز بيعرفوا يحلوه بسهوله لانه بيستخدم قوته السحريه علشان يعرف الحفر اللي ممكن يقع فيها فين. لكن اللي ما كانش متوقع هو وجود رمال متحركه، وده فعلا اللي حصل. وفجاه دخل الخالد في الرمال، لكن بيان بيان رمت له حبل وعرفت تنقذه.
وبينبيان وهي قاعدة معاه قررت ان هي تسأله: انت ليه شكلك مش زي الخالدين كده ولابس لبس شيك وعظيم، وليه كمان بتمشي حافي؟ فهو قرر يحكي لها قصته وقال لها انه زمان وهو صغير كانت كل الناس بتكرهه وبتنمر عليه عشان خاطر شكله مبهدل وكمان رجليه حجمها مش طبيعي، رجليه كبيرة وما كانش حد بيرضى يلعب معاه. لحد ما في يوم من الايام لقى بنوتة بقت صاحبته وبقوا كل يوم بيخرجوا سوا وبيلعبوا مع بعض. لحد ما في يوم اهلها بيكتشفوا وبيقرروا ياخدوها وبيقولوا له ما يلعبش معاها تاني. يوم وهو قاعد حس بزلزال تحت رجله وعن طلع جري على اهل المدينة علشان يحذرهم، لكن كالعادة هم ضربوه وما صدقوهوش. قرر يروح ينقذ صاحبته وخدها فعلا وطلع يجري بيها لحد المكان الفاضي وبعد عن القرية. القرية افتكروا خطفها ونزلوا في ضرب لحد ما كانوا هيموتوا، لكن فجأة الزلزال جه والبيوت كلها اتكسرت وأهل المدينة عرفوا إن هم كانوا ظالمين وإن هو فعلا كان بينقذهم. عشان كده هو راح مدينة الخالدين والملكة ادته القوة السحرية اللي تخليه يقدر يحارب الشر، ويقول لها إن هي خلت رجلي طبيعية ومن وقتها هو كان اتعود إن هو ما يلبسش جزم في رجله. هم رايحين للجبل لقوا زرار داسوا عليه افتكروا إن ده نور، لكن في الأصل ده أصلا كان فخ، لكن الخالد قدر بالقوة السحرية ان هو يوقف كل الاسهم. فهما ماشيين الجبل كان هينطبق عليهم، لكن برضو الخالد عرف يتصرف ووقف الارض. الفخ التالت بقى كانوا ماشيين في مية لحد ما بينبيان اكتشفت ان ده زيت مش مية، وفجأة الكهف ولع بيهم، لكن الخالد قدر برضو يوقف النار. اما بقى الفخ الرابع كان فيه كرة كبيرة جاية عشان تدوسهم، لكن الخالد قدر يخلي حجمهم صغنون فعرفوا يعدوا. اما الاخير ده بقى ما كانش فخ، ده كان جسر محدش يقدر يعدي من عليه لو كان عنده قوة سحرية. يعرف الخالد يعدي بتقرر بينبيان ان هي تشيل كل الاجرس، لكن فجأة رجليها بتهتز وبتقع. للأسف الخالد ما بيبقاش عارف يساعدها لانه مش عارف يعدي الجسر والاجرس بتهتز. بينبيان دي بنت شجاعة قدرت ان هي تنقذ نفسها وكمان تشيل كل الاجرس اللي موجودة على الجسر عشان يقدروا يوصلوا للكنز، وفعلا قدروا يعدوا. وطبعا اول ما شاف الكنز انبهر وفكرها العصاية بتاعته، لكن في الاخر طلعت بيضة عادي يعني. ومش كده وبس، دي كمان العصابة كانت وراهم وقدروا يسرقوا منهم البيضة دي. خالد كمان بيسيبهم يسرقوها، فبينبيان بتتصدم بتقوله ايه ده، دي بيضتنا وانا ساعدتك، المفروض حتى ما تخليهمش يسرقوها. قال لها انا مالي، انا جاي ادور على عصايتي مش جاي احملكوا البيض بتاعكوا. وفعلا قرروا ان كل واحد فيهم يروح من طريق. هو راجع اهل القرية كانوا نصبين له فخ وفعلا قدر ان هو يقع فيه. المرة دي بينبيان ما كانتش معاه فمحدش نقذه. خلاص اهل القريه مسكوه وقرروا كمان ان هم يقتلوه، علقوه زي المره اللي فاتت ولسه يا دوب هيولعوا فيه فجاه نزلت صاعقه من السماء فكته. طبعا وقتها اكتشفوا ان هو خالد حقيقي وانه ما ماتش. وفي الوقت ده قائد العصابه كان مش عارف يعمل ايه في البيضه دي، فقال احنا نجيب فرخه تقعد عليها لحد ما تفقس. بينبيان بقى كانت قدرت تتسلل لغايه العصابه ودخلت كمان الكهف بتاعهم عشان الفرخه دي فرخه محترمه. قالت لهم لا انا مش هقعد على البيضه لحد ما تفقس قدامكم، ادوني فرصه اروح اوضتي وابقى براحتي هناك. بينبيان بتقنعها ان هي مش مضطره ان هي تقعد على البيضه لحد ما تفقس وان هي ممكن تعمل كده مكانها. وبعدها الفرخه بتستوعب ايه اللي هي عملته ده، فبتطلع تصوت ان بينبيان سرقت البيضه. لسه هيقتلوها لكن الخالد بيقدر يوصل ويضربهم طبعا كلهم وينقذها هي والبيضه بتاعتها. واول ما الست دي بتشوفهم بتقول مش قلتلكوا يا جماعه دول مرتبطين هم. طبعا بيدوا البيضه للقريه، لكن الست دي بتطلع تاني وتقول لها يا بينبيان يا اختي والله قالوا عليك انك مرتبطه وانا قلت لهم لا ابدا دي مش كده، يا لك من امراه حربوقه. خدوا البيضه ودوها المعبد، لكن وهم واقفين فجاه البيضه بتنكسر وبيطلع منها الطائر الازرق تاني. وبنعرف ان الطائر الازرق اصلا كان نازل يدمر كوكب الارض، لكن الخالد بعت وراه العصايه بتاعته اللي قدرت ان هي تخليه يتحول لشكل البيضه وينزل على الارض، والمجانين دول افتكروا ان هو كنز. يجي الخالد يقف قصاده عشان خاطر يحد من قوته، لكن للاسف الخالد ما بيقدرش لان العصايه السحريه بتاعته بتكون مش موجود. وفي الوقت ده الطائر الازرق بقوته السحريه بيقدر يولع في القريه كلها. مش كده وبس، ده كمان بيقرر يقتل الخالد، لكن بينبيان بتقف وبتاخد هي الضربة مكانه. الخالد بيزعل عليها جدا، لكن بتضطر تحكي له هي مين، وبيعرف ان هي صاحبته اللي كانت زمانه لما ماتت طلعت المدينة الخالدة واختارت ان هي تكون عصاية ليه علشان خاطر يكون فيها قوة سحرية كبيرة، ان هي لما وقعت منه من السماء اتحولت للبنت اللي هو شايفها دلوقتي دي علشان خاطر تقدر تساعده، وان هي مش من اهل القرية ولا حاجة، وان اهل القرية لقوها اصلا على البحيرة.
وبتقولنا انه عشان قوته ترجع له لازم تتحول لعصاية تاني، وفعلا بتختفي من قدامه وبتتحول لعصايته السحرية من اول وجديد. وفي الوقت ده الخالد بيكون غضبان جدا من الطائر الازرق اللي قتله صاحبته، فبيقرر ان هو ينتقم لها وياخد بحقها ويموت الطائر الازرق، وفعلا بيقدر ان هو يصده. مش كده وبس، دول رجعوا تاني، واول ما بيكون لسه هيقتله فجأة بتظهر الملكة قدامه من تاني، وبتبقى الملكة جاية تحاسب الخالد لما هو عايش في المدينة الخالدة، ايه اللي يخليه ينزل عند البشر؟ فبيقول لها ان هو كان نازل يساعدهم، مش كده وبس، وان الطائر الازرق كمان هو كمان كان نازل يساعدهم، وبيطلب منها ان هو يعيش للابد في كوكب الارض. ولما بيشوف عصايته السحرية بيفتكر بيمبيان، وبيفتكر كمان طيارتها، وبس كده توتا توتا.